التعليم في ظل الحرب مأساة أخرى ألقت بظلالها على الطلاب. فمنذ استيلاء الجماعة الانقلابية المتحالفة مع صالح على الدولة، والحياة التعليمية تنال النصيب الأكبر من الدمار. تعرض قطاع التعليم إلى تحديات كبيرة تمثلت في توقف سير عمل العديد من المدارس لفترات طويلة، ناهيك عن تحول المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة ومراكز تدريب للمجندين الجدد. 54,000 طفل من أنحاء الجمهورية لم يعد بإمكانهم التوجه إلى مدارسهم، بينما لم يجد نحو 6 ملايين آخرين مدارس يذهبون إليها حسب ما قالت الحكومة في تصريح سابق لها. وبالنسبة لتعز فقد وصفت الخسائر التعليمية فيها بالكارثية منذ بدء حرب الميليشيا على المحافظة، حيث اتخذت المدارس مكانا للأعمال العسكرية، ما خلف تدمير 500 مدرسة على الأقل، فيما حرم أكثر من 300,000 طالب من التعليم بحسب تصريح لنائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة. تقرير منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة قدر أن عدد الأطفال اليمنيين في سن التعليم الذين لم يلتحقوا بالمدارس منذ العام 2014 بنحو 3 ملايين طالب وطالبة، شكلت نسبتهم 48% من إجمالي عدد الطلاب في اليمن، ليمثل ذلك كارثة تنموية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.